قررنا اجراء هذا اللقاء نظرا لانه موضوع الساعه وموضوع مهم باش نعرفوا مجموعه من الافكار ومبادئ ونحاولوا نوعيوا الاباء بالخطوره ديال الوضع باش يكون التعاون بيناتنا ونحققوا يعني واحد النجاح بالنسبه للوليدات ونعاونوهم او نصاحبهم او نوقف معهم حتى يتجاوزوا هذه المرحله اللي كيمروا بها كاع الوليدات وهذا الشيء اللي كاين. ندوه اليوم هي حول الاضطرابات السلوكيه عند الاطفال، والموضوع الذي تناولته الان هو مدى تاثير الوسائل الرقمية على سلوك الأطفال، وتكلمت بطبيعة الحال بالأساس على الاختراق الثقافي الذي حاول فيه أساسا المستعمر أن يخترق ثقافيين قبل الحماية وأثناء الحماية، سواء عن طريق المبشرين وطريق كذلك ليوتي خصوصا في الظاهرة البربرية عندما أراد تقسيم الضريبة إلى اثنين، ثم جاءت التلفزة التلفزة الرقمية إلى غير ذلك. والآن إذا الآن كاين وسائل فعلا لها تأثير كبير، لأن أنا وجهت الحضور إلى أن يستثمروا هذه الوسائل استثمارا إيجابيا في أفق تمنيع أبنائنا من نقول نوعا ما من الاستلاب الفكري الغربي. تنبغي نشكر جريدة أنفاس على هذه البادرة، وتنبغي نشكر أيضا مؤسسة الرحمة وجمعية حبيبية مغرب على هذه المبادرة الطيبة اللي داروها بخصوص هذا اللقاء التحسيسي اليوم حول الاضطرابات السلوكية لدى المراهق، بحيث أن المداخلة ديالي صراحة تطرقت فيها ثلاثة المحاور اللي كان هي التعريف ديال المراهقة وأهمية هذه المرحلة، كذلك الأنماط ديال المراهقين وكيفاش خاصنا نتعاملوا مع هذه الأنماط ديال المراهقين، لأن عندنا مراهقين خجول، مراهق عنيف مضطرب، مراهق أيضا سوي، إذا كيفاش خاصنا نتعاملوا معهم باش يكون عندهم واحد النتيجة إيجابية داخل المجتمع ويعطيونا واحد الثمار داخل هذا المجتمع اللي حنا في أمس الحاجة إلى مراهقين أسوياء. أنا مشيت مع الموضوع اللي هو الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال والتأثير ديالها عليهم، اللي كانت فيها الإعاقة، خاصة الأنواع ديال الإعاقة اللي فيها شلل دماغي، فيها الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والتأثير ديالها بشكل كبير، واللي هاد الإعاقة اللي ما كيعرفوهاش الآباء والأمهات بشكل كبير، اللي خاصة في الولادة ديال الأطفال، واللي هي كترافقهم حتى كيوصلوا سن التمدرس، وبالتالي يبدا المعاناه ديال الاباء والاولياء مع الابناء ديالهم، بحيث رفض الاساتذه هاد التلامذ هادو اللي كيكون عندهم واحد النوع من الاعاقه، خاصه الذهنيه او التوحد واللي هي غير ما معروفش، واللي التوحد اللي كيكثر واحد الشغب والحركيه داخل الاقسام وكيتم رفضه، بينما هو يجب ان يتابع دراسته، ولكن خصو يتابع دراسته داخل مراكز اللي هي في البدايه تكون مراكز خاصه بهم، وعن بعد يتم الادماج ديالهم. كان هذا هو الاشاره، هو لقاء تحسيسي، كان تحسيس للاباء والامهات بهذه الانواع ديال الاعاقه وهذه التاثيرات ديالها، واللي كتكون بعض السلوكات اللي هي خارجيه خارج المدرسه، هذه الاضطرابات السلوكيه كلها عندها نتيجه. كان هذا لقاء تحسيسي فقط ولاشاره ليه، الموضوع هو كبير بزاف وخصو الوقت معين، وكانت هذه غير اشاره معينه للاباء والامهات باش يعرفوا هذه الحالات واللي ما عرفناهمش.